يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، معاكم داليا حسام وأولى حلقات برنامج حلاوة روح في الميعاد الجديد السبت من كل أسبوع الساعة 3. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم مين؟ الناس اللي بتحاول تطور من نفسها ومحتاجة تاخد كورسات عشان تأهل نفسها أكتر لسوق العمل، أو الناس اللي بتدور على وظيفة أفضل، أو حتى الناس اللي بتفكر تسافر بره، محتارين يبدأوا منين ويختاروا إيه. يتفرجوا على حلقة النهاردة وهيعرفوا الإجابة. كمان الناس اللي عندها أولاد في مراحل دراسية مختلفة ومحتاجة إن هم تتابعهم ومش فاهمة أكتر، عايزة تفهم أكتر عن نظام التعليم الجديد وبتفكر هل يمكن يكون في اختيارات تكون أفضل توصل بيها لأقصى نتيجة واحسن استثمار في اولادها. كمان يتفرجوا على حلقه النهارده وهيعرفوا الاجابه. اخيرا بقى الناس اللي واقفه محلك سر، خلصوا مراحل تعليمهم واتخرجوا وبيدوروا بقى حاليا على وظيفه، بس مش محددين هدف محدد في حياتهم عايزين يوصلوا له وعايزين يشتغلوا على نفسهم عشان يحققوه. يعرفوا ده ازاي؟ بيبقوا محتاجين نموذج ناجح قدر يحدد هدفه ويوصل ليه ويستفيدوا من خبراته ويقتدوا بيه في مشوارهم. كمان يتفرجوا على حلقة النهاردة إن شاء الله وهيعرفوا الإجابة. ليه؟ لأن ضيفتنا النهاردة هي نموذج فريد من قصص النجاح والتميز، قدرت تحتل مكان ومكانة وسط عمالقة التعليم والتعليم عن بعد في مصر والشرق الأوسط. كمان قدرت انها هي تشتغل على نفسها وتطور من نفسها وتتعمق اكتر في تدريس وتطوير اللغة الانجليزية وتأهيل المعلمين اكتر لسوق العمل. كمان قدرت ان هي تواكب العصر وتتكيف مع الاتجاهات الحديثة في التعليم، واستخدمت احدث الوسائل الحديثة عشان تحقق المعادلة الصعبة ما بين نظام التعليم المصري المطور والنظام الدولي على مختلف أنواعه، سواء الدبلومة الأمريكية أو النظام البريطاني. مش هطول عليكم أكتر من كده، طبعا نفسكم تعرفوا مين ضيفتنا النهاردة. ضيفتنا اللي نورت قناة الصحة والجمال وبرنامج حلاوة روح دكتور هند الخيال، مدربة الآيلس وكمان مؤسس والمدير الأكاديمي للأكاديمية المصرية الافتراضية إيفا. منورة اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا والله مدام. المقدمة دي قليلة على ميرسي يا حضرتك. داليا يا حبيبة قلبي، وشكرا جدا جدا، وفرصة سعيدة جدا نبقى معاكم في القناة. مبسوطة قوي قوي باللقاء الجميل، والمقدمة جميلة ورائعة، يعني يا ريت ابقى عند ربع حسن لا ظنك ان ان شاء شاء الله الله. حقيقي حبيبة اكتر اشكرك منها وجزاك حقيقي. الله خير. شكرا طب شكرا. قولي لنا بقى يا دكتور، بداية القصة بدأت منين عشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة؟ هي قصة طويلة، بس هحاول يعني to cut the story short، يعني هحاول ايه اقلل على قد ما اقدر. بداياتي كانت زي اي طالب عادي جدا جدا جدا، ولكن كان عنده ام طموحة وعندها، واب طبعا الحمد لله يعني، ولكن يمكن كانت ماما عندها رؤية للمستقبل شوية. فبدأنا من واحنا لسه في مرحلة الاعدادي تدينا كورسات، تبعتنا نروح كورسات انجليش، كورسات فرنش، يعني عارفه كورسات جميل، مع ان التطوير ده ما كده كانش منتشر من واحنا، وما كانش الرؤية دي منتشر زمان. لا لا خالص، يعني ما كانش من زمان قوي على فكره، من يعني زمان. من قريب، قصدي قريب ما كانش. وبالفعل لغايه ما وصلت للمرحله الجامعيه وتخطيت المرحله الجامعيه كنت فعلا عندي ما يميزني عن اخراني بفضل الله. وبعدين تشاء الاقدار ان انا شويه بشويه اخلص الجامعه، وقدر ما يعني، ولقدر ما اسافر فرنسا. وسبحان الله انا كنت في فتره الجامعه برضو عارفه من الطلبه اللي هم ما بيحبوش قوي فكره انهم ايه، يعني إيه انه يبقى حد تقليدي. فكنت اللي هو بحب التدريس، والتدريس حاسه انه في دمي من زمان. فكنت بحاول اعمل ايه، كنت بدرس مثلا لجيراننا، وكنت بنزل سنترز قريبه من البيت اروح ادرس وانا في الجامعه، ده وحضرتك لسه تدرسي في الجامعه. وانا لسه بدرس في الجامعه ده كمان وصل بيا الحال ان احنا كان عندنا بعض المواد اللي بالانجلش كانت قويه جدا جدا جدا، فكنت بعمل ملازم وابيعها لاصحابي. ياه. يعني هي ده يمكن عملتيه الفكره مشروع اصلا. عملت بالظبط، هو الفكره كانت عارفه مقدمه للبزنس، وفي نفس الوقت اللي هو حاسه بطعم النجاح
والتميز والاستقلال المادي وفي نفس الوقت بعمل حاجه بحبها جدا. فهمتيني ازاي؟ يعني هو وفي نفس الوقت اللي هو يعني كوميونتي سيرفيس، لان كنت ببيع الحاجات دي باسعار رمزيه جدا، ولكن كان احساس التميز ان انا بعمل حاجه بديها لاقراني في نفس العمر احساس يخليكي شويه متفرده. طبعا خلصت وسبحان الله شاء ربنا ان انا سافرت فرنسا وقعدت فيها فتره لا باس بها، وسبحان الله هناك درست، بدات التدريس رحله التدريس الحقيقيه. قدر ما ساعدني الحمد لله ان انا اقدر. بعدين انتقلت بقى من فرنسا، رجعت القاهره قعدت درست في مدرسه يعني في مدرسه ناشونال، بعدين انتقلت للقسم الامريكي، بعدين سبحان الله بعد كده سافرت للمملكه العربيه السعوديه ودرست هناك في الرياض وفي جده والحمد لله. يس بعد كده الموضوع بقى تطور لحاجات تانية كتير يمكن نتكلم عنها في الأسئلة الجاية. طيب حضرتك بما ان حضرتك درستي المنهج سواء المصري وكمان درستي المنهج يعتبر الدولي سواء بقى بريطاني او امريكي، شايفه ايه حضرتك التحديات في التعليم داخل مصر بالذات كمان التعليم الافتراضي، وايه اللي ينقص المعلمين عشان يوصلوا للمستوى التعليم الدولي ده؟ سؤال كبير قوي يعني سؤال كده لو قعدنا نرغي فيه كتير، بس خليني احاول برضو يعني ايه اختصر لك الاجابه. ايه اللي ينقص؟ خلينا نبص من وجهه نظر ايه اللي ينقص الطالب المصري او يميز الطالب اللي بيتلقى تعليم دولي عن الطالب اللي بيتلقى دالية التعليم المصري. خليني اقول لك انه المخرج المصري مخرج حلو و ومتميز في ذكائه وفي ابداعه وفي، بس ده مش الاغلب العام للاسف الشديد. ما يميز المخرج او الطالب المصري بعد تلقي التعليم مناهج الوزاره المصريه، ويمكن انا بتكلم عن مرحله ما قبل تطوير المناهج، مش دلوقتي مش اليومين دول تحديدا اللي احنا اتعلمناه بالظبط بالظبط، ايامي وايامك وايام يمكن اللي هو قريب كمان اللي هو قريب خالص دي صح، كان الطالب المصري بيخرج ولا يزال الطالب المصري بيخرج عاوز يحفظ من الجلدة للجلدة، وتنتهي القصة بتاعت التعليم بتاعه بمجرد انه يحط القلم في الورقة خلاص، حتى افرغ كل ما عنده، لانه كان الهدف بتاعه مش انه يتعلم، الهدف بتاعه انه يجيب درجات يا دالي. فده للأسف الشديد ما كانش بينمي الشخصية. تعالي بقى مقارنة بالشخصية بتاعة التعليم الامريكي او الاي جي سي اس اي او السات ستريم او كده، تلاقي بقى القصة مختلفة، تلاقي البناء الشخصية نفسه مختلف، الكاركتر غير، الكاركتر الشخصية نفسها شكلها غير، تلاقي الولد أو البنت عنده البرزنتيشن سكيلز دي قوية جدا، عارف يعبر عن نفسه، عنده فكرة التقبل للآخر، عنده الهدف مختلف أساسا، يعني هدفه من التعليم مختلف عن الطالب المصري اللي عايز يحفظ والميثودولوجي نفسها والكونتنت بتاع المناهج بيساعد على ده، بيساعد جدا على انه يبقى الولاد نفسهم متميزين، يعني بتخرج تحس تقولي ده سبيشال كاركتر، ده مش طالب بشخصيه عاديه، فاهمه ازاي؟ تلاقيه كده يعني يعرف يعبر عن نفسه كويس، لو وقف في محفل اجتماعي مثلا ومطلوب منه انه يعمل حاجه تلاقيه بيعملها وبتميز وعنده ثقه في نفسه، فاللي هو لا في جاب، انا حسيت الجاب دي كبيره، فاهمة ازاي؟ ازاي يوصلوا بقى لكده يعني؟ دي بقى هنا من هنا تيجي المشكلة. المشكلة فين؟ المشكلة مش بس في المناهج المصرية، ولكن أيضا المشكلة الأكبر في طرق التدريس. يعني دلوقتي الحمد لله بعد ما شفنا انه المناهج بتتطور والكتب بتتحسن والمناهج في تغيير مستمر، نشوف بقى لو بصينا على طرق التدريس نلاقي لا يزال المعلم للاسف الشديد اللي هو اهم اداه في ادوات التعليم واهم سايد في التراينجل كله، نلاقيه انه لسه عنده للاسف الشديد قصور في التدريب. المدرس بيخرج بيخلص كلية أداب أو كلية تربية، أو حتى لو كان غير مسار وخرج من أي كلية تانية، نيجي نبص كده نلاقي لا هو ما تدربش كفاية، ما عندوش الميثودولوجي اللي تأهله يا داليا إنه يدرس الولاد بطرق التدريس الحديثة. فتلاقي إيه دخل ما كتب كلمة على البورد ولا 10 كلمات على البورد، بيبدأ بقى يفرغ الطريقة اللي اتعلم بيها تاني، يعيدها تاني، فنوصل لنفس النتيجة تاني. برافو عليك، صح كده، اللي هي التلقين. أنا زي ما اتعلمت زي ما بعلم، فهمتيني إزاي؟ which is
يعني I'm sorry to say this is insane. احنا في طرق تدريس دلوقتي حديثه لازم نتبعها. خلاص الناس اللي بيعملوا الابحاث والدراسات وتوصلوا لطرق افضل كتير جدا. انت عارفه يا دانيا، يعني المدرس دلوقتي ايه مثلا؟ يعني بالنظام المصري احنا متخيلين انه كل ما المدرس دخل وتعب في الكلاس على قد ما يقدر وبذل مجهود، يعني الحصه مثلا 45 دقيقه عنده ضمير، بس ده انا عملت اللي عليا وزياده الحمد لله يا رب. انا نو ذس نوت ذا كيس. انت عارفه طرق التدريس الحديثه بتقول لك the less a teacher speaks the more effective the class is. تخيلي بقى، يعني كلما قل كلام المعلم في الكلاس وساب الفرصه للمتعلمين كلما كان كلاسك انجح. تخيل طبعا عكس كل اللي بيعملوه في المدارس المصريه، عكس كل اللي حرام يخش على البورد انت الكلاس هيصلي هو في ايه بالظبط مش عارف تسيطر عليهم ولا ايه، ويخش يعني عايز اقول لك ممكن يقف على البورد يملى البورد، وكل ما ملى البورد اكتر كل ما حس انه بينجز. ويا سلام بقى لو دخلوا سوبرفايزر، الله اكبر ايه الحلاوه دي. صح بيحصل، لان هم كلهم زي ما حضرتك قلتي ماشيين في نفس السايكل او نفس الحلقه، هم كلهم عندهم نفس الاكسبيرينس وبيدوروا ان هم يحققوها ازاي. هي الخطا من الاول بقى. عارفه بقى ده اللي هينقلنا على سؤال تاني مهم قوي، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الحلم بقى. صح، كنت اكيد يعني واضح ان من الاول خالص وحضرتك اول ما خطيتي اول خطوه في المجال ده وعندك رؤيه، عندك حلم، عندك هدف حطاه نصب اعينك وعايزه تحققيه، عايزين نعرفه. هقول لك، كنت بزعل قوي بصراحه، كنت بزعل قوي لما بشوف الطلاب المصريين خارجين من نظام التعليم المصري ولا زلت يعني، وهم ما عندهمش الامكانيات اللي عند الطلاب في التعليم الاخر. كنت الحقيقه ما بتبسطش قوي، وكنت بقول انه لازم يكون في بريدج كده يوصل الاثنين دول ببعض. فكان الحقيقه عندي حلم، وكنت بسعى جاهدا اني انفذه من زمان، من زمان قوي قوي. وسبحان الله. طب بقول لك يا ما بلاش اقوله ونتفرج عليه احسن، ايه رايك؟ يلا بينا نتفرج على الحلم لما اتحقق على ارض الواقع. اوكي، فاصل ونرجع. Egyptian Virtual Academy، الاكاديميه المصريه الافتراضيه. حقيقه انه علشان ناسس الاكاديميه دي كان في ثلاث عقول مجتمعه على فكره واحده، الا وهي فكره ان احنا نخرج طلبه مصريين بالمنهج المصري، ولكن تعليمهم يتلقى بافضل طرق التدريس العالمي والدولي في نفس الوقت، علشان نضمن ان اولادنا يخرجوا قادرين على مواجهه تحديات العمل وتحديات السوق، سواء السوق المصري او السوق العالمي. Eva Academy is a virtual academy where your future is hiding inside. Eva Academy is where your education meets your innovation. A community of lifelong learners, responsible global citizens and champions of our own success. Hello, I'm Aysel, I'm in grade 5. It's honored to be a member in Eva Academy. The Eva Academy includes the best teacher of the highest level of experience and efficiency. I want to show you the high technology to make class joyful and funny. The Eva Academy are organized and punctual. I love this group because of two reasons. The first reason is that their English is very good and they like affluent Native Americans. The second reason is that their explanation is very good and I understand from them every small and big part. Hello, I am Diane. I learn in Eva Academy grade 1. I love my teachers. Egyptian Virtual Academy, a premise that parents do trust. We administrators are exerting a lot of efforts to let your son reach the summit and stays there. Hi, my name is Muhammad. And my name is Aziz. I'm grade 4 and she's grade 1. Our favorite thing in Eva Academy is English, math, science, Arabic, everything. Me too. I learn how to talk English and a lot of things. And me too. I like Eva Academy because I feel like I'm in a real school. I love Eva Academy because there I learn by fun and I love my teachers too. كان عندنا حلم ان احنا نعمل مدرسه، مدرسه بامكانيات حقيقيه اونلاين، مدرسه تمشي مع امتيازات العصر، مدرسه تكون بتفكر انها تنتج طفل عنده الانترناشنال مايندنس، يكون عنده عقليه دوليه وكمان عندها الفكر المصري. Hello my friends, I make craft paper plate with Dida and Isi. Hello my friends, I am Isi. I have short curly brown hair. Hello my friends, I am Dida. I have long straight blonde
واحد من أهم التحديات أيضاً كان إن إحنا نوفر معلمين بالمقاييس والمعايير الدولية اللي تؤهل المعلم إنه يدرس أو يقف في الصف وهو بيدرس بأحدث طرق التدريس الدولية والعالمية، ولذلك حرصنا على إنه يكون معظم مدرسين حاصلين على شهادات دولية معتمدة من جامعات عالمية زي جامعة كامبريدج وغيرها، وشهادات زي تافل تيسل وسلتا، وبعض المدرسين عندنا كمان معهم دلتا، which is يعني الحمد لله حاجة مشرفة جدا جدا. Hi guys, I'm Tuka from grade 7. I love Eva Academy so much. We have nice teachers and funny sessions. Teachers in Eva Academy, they help us so much and answer our questions without delay. Hello, I'm Umayma. I'm in grade 4. I love Eva because it's fun and my teachers are very helpful. أولادنا المصريين عندهم امتيازات عالية جدا، وفي نفس الوقت عاوزنا نقدم لهم الخدمة دي خاصة لأولادنا في دول الخليج. أولادنا في دول الخليج كانوا محتاجين يكون عندهم مدرسين متميزين. فكرنا في الفكرة وقلنا هو في الأول community service، خدمة مجتمعية للمصريين المتواجدين في الخليج. الحاجة التانية اللي فكرنا فيها، فكرنا نقدم تعليم عالمي متوازن. فكرنا يكون عندنا Balanced International Education. كنا بنفكر جدا ان يكون عندهم كل الامتيازات من ناحية السكيلز العالمية. يعني ايه؟ يعني يكون عندهم مهارات الكوميونيكيشن سكيلز، الكريتيكال ثينكينج سكيلز، البريزنتيشن سكيلز، كل المهارات دي كنا عايزين ولادنا يتعلموها. فكرنا في الاكاديمية وقررنا نعملها، وقررنا نكون متميزين ونكون مختلفين. عاوزين نقدم المهارة، وان شاء الله بنوعدكم في EVA Eva Academy ان احنا نقدم لولادنا المصريين تعليم مختلف. Love Eva. Defeat your hesitance and join us. الحقيقة شيء مبهر ومشرف، اقل ما يقال على اللي احنا شفناه دلوقتي مع السادة المشاهدين. حلم جميل قوي وشفناه بيتحقق على ارض الواقع. قولي لي بقى، امتى قررتوا يعني تاخدوا المشروع ده وتبداوا تنفذوه، ولقيتوا الدعم من مين بقى؟ مين شجعكم وقال لكم جاهد ومشروع كويس وهينجح؟ وهل لقيتوا بقى ناس محبطين مش هتقدروا مش هتعرفوا، مشروع صعب قوي يتنفذ، بالذات ان انتوا كمان يمكن بداتوا بعد بدايه الدراسه في دول الخليج، يعني صح. كان تحدي صعب جدا بالنسبه لي. ايه ده، انت عرفتي الكلام ده كله امتى وازاي؟ ايه ده، شطوره. طيب كلميني. بصي يا ستي، الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نوصل بحلمنا انه يبقى جزء من ارض الواقع. عايز اقول لك الحلم ده ما بقالوش كتير يا جماعه، احنا بنحلم من زمان قوي قوي قوي، بس تطبيقه على ارض الواقع بقاله بس اسبوعين اتنين. Yeah. ولله الحمد. ايوه، النتيجه ازاي في الاسبوعين؟ الحمد لله، الحمد لله انه اراء اولياء الامور وحتى القائمين سواء الاداريين، مستر زي ما انت شايفه مستر محمد جمعه، مستر احمد عفيفي، اعضاء الاداره كلهم بلا استثناء، حتى الستاف اللي موجود معانا كلهم حاسين انهم شغالين، يعني الكلام ده حتى بشهاده اولياء الامور بيقولوا احنا حطينا اولادنا في اكاديميه افتراضيه، ومع ذلك احنا حاسين ان احنا دخلناهم مدرسه انترناشونال. ليه بقى؟ قولي لي ليه؟ عشان زي ما انت بتقولي لي، الاول التحدي الاكبر اللي انا كنت دايما شايله همه اللي هو ازاي اعمل بلندنج ما بين المخرج المصري والمناهج المصريه، وازاي اطلع الطالب بعد ما ياخد المنهج المصري ده ازاي احط له الكونتنت بتاع المناهج الدوليه في المنهج المصري. ده كان التحدي الاكبر يا داليا. مهارات مختلفة خالص، مهارات أكتر، يعني مهارات أنا مش عايزة بس يقعد يقرأ كده فورا، لا ده أنا عايزك تعمل أكتيفيتي، وعايزك تعمل أورال بريزنتيشن، وعايزك تعمل فيديوز لنفسك، وعايزك تعبر عن نفسك وتنطلق وتعبر عن آرائك، وعايزك تعمل تفكير نقدي كويس، عايزك تفكر وتحلل، عايزك تشخص الأمور، وعايزك لما أقول لك تعالى كده بص معايا على آخر القصة دي، لا ألف لي نهاية للقصة جديدة، فتألف لي نهاية بدماغك أنت، فاهماني إزاي؟ عايزك لما أقول لك تعالى نعمل ديبيت مع بعض، خد يا داليا تعالى احنا عندنا مثلا ايه رايك في قناه الصحه والجمال، حد يقول لي حلوه، حد يقول
لا مش قد كده. طب اثبتي لي بقى، اقنعيني انه قناه الصحه والجمال دي اجمل قناه ممكن تتفرج عليها. انا ممكن اقنعك. وانا كمان هقنعك. فلازم يبقى عندك الديبيت سكيلز اللي هي الارجيومنتاتيف سكيلز، المناقشه والمحاوره، وازاي تقنعيني وازاي اقنعك. فهماني ازاي؟ كل دي الحقيقه احنا مفتقدينها شويه في المناهج المصريه. فربنا قدرنا الحمد لله، وبنسعى جاهدين ان احنا نعمل بلندنج للتو سيستمز دول، سواء المنهج المصري، وطبعا زي ما بان في الفيديو احنا التارجت بتاعنا او السيجمنت بتاعنا بيخدم ابناء المصريين في الخارج، اللي هم بيتلقوا تعليمهم في السفارة المصرية، يعني بيمتحنوا تبع السفارة المصرية أو بيتلقوا امتحاناتهم تبع المناهج المصرية. ومن داخل مصر تجريبي ولغات ممكن طبعا من داخل مصر يلتحقوا بالأكاديمية. وطبعا أغلب الكاستمرز بتوعنا بيجوا من داخل الخليج. فاللي هو عملنا لك إيه؟ عملنا الكومبينيشن دوت. أنت مش محتاج تدفع مصاريف المدارس الدولية يا داليا، وفي نفس الوقت هتتلقى نفس الكواليتي بتاع المدارس الدولية. وكمان في حاجة مهمة، هي قول. كمان أكاديمية افتراضية، فأنت مش مضطر تصحى بدري وتروح المدرسة وترجع وطريق ورايح وجاي. ده بقى كان من التحديات يا داليا. دي كمان إن هم في ممكن يبقوا في يعني في مختلف المناطق بعيدة عن بعض جدا. صح. فكرة الأكاديمية الافتراضية دي قدرت إنها تسهل المشكلة دي. بصي انا هقول لك على حاجه، طبعا فكره الاكاديميه الافتراضيه او المدرسه، هو احنا يعني هي مدرسه بالاول والاخير، لينا مواعيد محدده ما بنلتزم بيها جدا زي جدول الحصص العادي خالص، لينا اكتيفيتيز ولينا الكتب ولينا كل حاجه كل حاجه. الفكره ان انت عشان تحولي مثلا توفر لهم كتب، انك تلتزمي بالميعاد الصبح، انك تخلي الولاد نفسهم وهم في فيرتشوال ميتنج يلتزموا بده، فاهمه ازاي؟ يلتزموا انهم يصحوا الصبح الساعه 8 ويخلصوا الساعه 12، انهم يبقوا في جو امن. دي طبعا قصه الفيرتشوال اكاديمي، احنا ليه فكرنا فيها مش حاجه فيزيكال وتبقى على ارض الواقع؟ ده كان سؤال مهم جدا. بعد طبعا التغيرات اللي انت شايفاها، وبعد التوجه بقى اللي احنا شايفينه طبعا في التعليم دلوقتي، قصة انك الولد ينزل المدرسة بقى فيها ريسك عالي جدا عليهم صحيا. فكان اهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي ان احنا نضمن انه الجزء ده الحمد لله تم تلافيه. فمن هنا جت فكره الفيرتشوال مش الفيزيكال اكاديمي، اللي هي الاكاديميه الافتراضيه. طبعا كان في بقى تحديات جامده جدا يا دالي اللي انت كنت بتسالي عليها، ان احنا نزلنا متاخر، بس احنا يعني رؤيتنا كانت الحقيقه بتسبق الواقع بخطوه. يعني اللي هو ايه، احنا الحمد لله الستاف الاداريين معظمنا اشتغل في مدارس الحمد لله، او ان ما كانش كله اشتغلنا في مدارس اداريه، اشتغلنا في اعمال اداريه في مدارس انترناشونال، فكان عندنا البيسنج جايد، فكره الويكلي بلانز، كل دي كانت بتضمن لينا ان احنا نعمل رؤيه مستقبليه. بالظبط، نعمل رؤيه مستقبليه نضمن بيها ان احنا هنوصل وهنخلص المناهج في ميعادها. حلو جدا. Alright. جدا جدا. طبعا احنا مجال كمان الكورسات اللي نقدر المفروض ان احنا نتجه ناخدها عشان ناهل نفسنا اكتر لسوق العمل، عايز حلقه لوحده تاني، لان أيوة. يعني احنا لازم حضرتك تشرفينا تاني، لان بجد يعني المعلومات والاستفاده من خبره حضرتك ما تكفيهاش حلقه واحده. الله يخليكي بصراحة. شكرا يا داليا، ميرسي. كانت حلقه هايله بصراحه. انا إيه ده، انا شخصيا استفدت، تخيلي الوقت الحلو بيجري. ده جري بسرعه جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله في حلقات قادمه نتكلم عن كيفيه تطوير المعلم، ازاي يقدر يطور نفسه، ازاي يقدر ما يقفش محلك سر ويقدر يعمل لنفسه مستقبل، ازاي تقدر تبني بيزنس لنفسك مره ثانيه. الحاجات دي اعتقد مفتقدينها في سوق العمل المصري، ومهمه جدا جدا في العالم العربي كمان. طبعا مهمة جدا. اوكي. نتمنى تكون الحلقه النهارده كانت مفيده للفئات المستهدفه ليها، واعتقد ان دي فئه عريضه جدا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. استنونا في حلقات تانية لا تقل قوه وجمال من حلاوه روح. اشوفكم على خير. باي باي. شكرا لك.